تم إنجازه طيلة موسم 2023. لا يعد حصيلة مشرفة ورصيد كبير سيبقى مخلدا في أرشيف الجمعية في الورش السلسي الطرباوي ب 22 منصب لمدة 3 أشهر وبحصيلة جد مشرفة رغم الإكراهات المالية. لا شرف عزيز رئيس جمعية المنصب التقاليد الحاسية للمدينة الأخرى. اليوم واحد اللحظة خاصة بالجمعية اللي هي الجمع العام الثانوي اللي ناقشوا فيه التقريرين الأدبيين. كما لاحظنا في التقرير والمخالطين أن الأمور تستمر مصادقة بالإجماع نظرا للشفافية التواصل الدائم مع المنخرطين في كل صغيرة وكبيرة. أحققت كذلك الجمعية في موسم 2023 فهو جهد إنجازات لا يمكن الاستعانة بها وأنشطة بالنسبة للمجموعة الأنشطة الإشعاعية التي أحققتها الجمعية العام وكتحقق واحد الصدى طيب وكبير على مستوى الإقليم الأخرى. اليوم كنحيي هذه الفنانة على ان الجمعيه تطلق واحد المسار ويكون مسار صحيح ما دام اننا قدام المعقول والوضوح والشفافيه من هذا المنبر كذلك نشكركم الاخوان العزيز المواكبه ديالكم المتابعه ديالكم المستمره للجمعية ديال المحطات ديال الجمعية والهطول ديالكم كذلك اننا استطعنا اننا نبانو في الواجهه وخصوصا الصوت ديالنا مرارا في جميع المحطات ديالنا. من هذا المنبر كنشكركم كذلك وكنشكر كذلك جميع المساهمين اللي ساهموا معنا في نجاح جميع الانشطه والتقوا في البرنامج ديال الجمعية وحاولوا ما امكن اننا نرضيو الفنانه ونرضيو الجمعية وبزاف ديال الامور اللي تحققات. شكرا لك على اللقاء ان شاء الله في محطة اخرى. غاين خوتي فيش طنيت فيش طياد ايناصور فيش بعدا زق الحوايج زيدانين لنتم على قلاخ لنجمع قلاخ دوني لا تقدر لن تمسنه يا الاخر ونغرور في ليراكا بطاقة الفنان دي كذا بطاقة كذا وراك دي واش نسعت وانت معلك وش يدا كويس ويدا ويويت زمانس والجمعية لا كرخيلة وناصور اي زم يزيلك عالية عالية يزيلك يزم وين نمشي للصدق رق نوصة رق ناصور رق الجمعية أن معاون كويد هذه الزي بزاف أت 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 المعاون واخا ولنوي ركني وآية الوقتات يقدر وش غادي يدون أدا فين شوي بعدا الحالات تعديل واش مين زق الفنانه المخضرمين تعريفها فنان كثي زويرين واش تعريف معناه يستر ضيق في الحاله الفنان ما ديسول الفنانه مزيغي يتشاغري نفس الضيق والو الفنانه هي خانك كوي صدق في خفينو انت كلا نوطو تدخل 40 عام تبضاك واش تدا يعني الله عاد يتكلم الجمعيه الله يكثر خيرهم يكرد ويا الحقوق الله يكثر خيرهم وزاره الثقافه والله يسر سيدنا الجاية نورقين بعدا ويجين ويسور نيين وليدي الجمعية ديني أسنى أسنى تكين أيا نورقين من ضروات ودود ويا حقوق المجاورات ويا الدعم شادي تنفع شاية تدوز وكسادة فلوسنا تدور نغاسين يا الميدان يا الميدان ونميج راشا نغيص تدو ونموذ نغيص نسقس ونمين غي لنتجمع يعني الحمد لله تقول الجمعيه تدها جمعا شوي انا زور حاجتك فوتيا شوف غاسي سمانس الجمعيه خصها نجمع ان جمعي نازور تنازورين ان طاكخ ان يخفي خفاون مخ ليت مغولو نازور يقيم وغيتف مكتشا وغيتف مسيوغ الدواء الا وني كلام ونفي مسيوغ خلص الكرا ماني الفنانه الشريفه نغاخو ماريانس لا الجديد ما نيت تغاب لا لا موجودة لا الجديد وشاء ربي لا كلشي غاسر كاين التواصل الاجتماعي ديالها
ما انا ولدي خلق ناس وخلات راعه وصافي هما الان الاغاني لا كلشي اصلي طلعاخ ميليست الشارع دارت كارت بزاف تيري كيخفي جمهوري خص صباحي وديك تيك توك يستقل لانه غاس تكارت وغاش تلقى والو ما كتستافدش تما مزيان إذن لا تراعاخ ما غانيش وين الا بدا لي خلقانا ان شاء الله ديك السكال مره مره الجمهور الحبيبات اللي سيني سلام سورين دالو الجمهور حدا هو دا خيات جربي الجمهور خيات جا خويا تما إيه يا معاون كل المغرب ولا يا والله إني تمنى يبعد داخل بلا ما استنيت يا خنيفرة خنيفرة أنت ناس يا ربي معاون اللي نتمنى إن شاء الله غير الدرج كاميرا أنت هذا جون ماكش راه خنيفرة بزاف أسي خزينة خنيفرة السبيطار إلا ميدان ياخذ شاي إلا لا عدا 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 خنيفرة هذه اللي رقم بعد نكني المركز إيه المراكز اللي بعدي الرباط من بعد دار البيضاء تريد شنو ولا خصها تبدو ذا يوم ما ينوري إوا لا نتمنى هذا دياغوسي تخف خنيفرة خنيفرة هذه انت الساهل شدور من خنيفرة هذه انت از قدامي هو ضارك سواد انت وناهي ونتمنى ان شاء الله نتمنى الخير سليم نتمنى الخير للمغرب كل الناس